ما لما تشوف بقى. نوع من المحب ده قدوة نقتدي بيه، وسيرته دايما يعني صفحة بيضة كلها نقاء، وفي نفس الوقت هو كان يعني فاكر ان هو كان بيلعب في الترسانة وجي اعتزل بعد كده، وكان بيدرب جه ودرب درب يعني درب في مصر وخارج مصر والدول العربية، فيا ريت الناس تقتدي بيه ونتعلم منه بقى. ربنا يديله الصحة ويجازيه خير على اللي عمله مع منتخب مصر. طبعا انا مش شجيع الترسانة، لكن يعني هو الانسان الكويس لازم الواحد يذكره بالخير. يعني اللي هو عبد المنعم الحاج ده كان من كبار نجوم نادي الترسانة، وكان بيلعب باك رايت، وكان احسن باكات، وكان في عصر كوكبة من النجوم في نادي الترسانة زي الشاذلي ومصطفى رياض والناس الجميلة دي. وهو كان اول ما خلص كورة ابتدى يدرب كذا نادي في مصر، وكان من احسن المدربين كمان، يعني هو احسن من احسن لعيبه ومن احسن المدربين. هو فضله على الترسانه كبير، وعلى اجيال الترسانه اللي طلعت كلهم بيدينوا له بالفضل. درب منتخب العربي واشترك في منتخب مصر في الثمانينات القرن اللي فات، وله انجازات كبيره قوي مع المنتخب في مصر هنا وفي المنتخب العربي، وتقريبا ان هو درب احد منتخبات قطر او حاجه كده. فعبد المنعم الحاج دي حاجة قيمة رياضية وفنية جميلة وكلنا نعتز بيها. كان بيلعب في نادي الترسانة، وكان في ماتش للأهلي والترسانة، فمعلق الله يرحمه الكابتن محمد لطيف قال لك الحاج والشيخ، الحاج والشيخ على الشيخ طه ساعتها. فيعني كانت يعني دخلة حلوة، وأنا أفتكر هو درب منتخب مصر، وكان يعني راجل كان دغري يعني. الله ربنا يديله الصحة ويطول في عمره بإذن الله، راجل محترم. من الشخصيات الجميلة جدا واللعبة جميلة جدا، ودرب هو المنتخب، وأنا دربت بس ما كانت الفرقة لسه في بدايتها يعني. وكان لوع من الحاج كان كابتن لطيف، كان زمان كنا نسمع يعني في تعليقاته الشيخ والحاج الشيخ والحاج الشيخ والحاج، يعني من الحاجات اللي احنا سمعناها. يعني احنا اللي هو عبد المنعم الحاج ده رمز من رموز الكرة في مصر، حاجة جميلة قوي، شخصية محترمة، شخصية كلها حب واحترام وتقدير من اللعيبة ومن المدربين ومن الأندية. وأنا كنت حكم كرة، حكم دولي، وكان من الناس اللي بتشجعني وتثق في كل تصرفاتي، وكان مش يعني بالنسبة للتحكيم بيدي شجاعة وبيدي ثقة للحكام، وعمره ما اعترض على حكم، وكان راجل جميل جدا جدا جدا.